السلام عليكم المتابعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جمعة مباركة عليكم. بالنسبة للمعتمرين اللي كيسولوا على الذهب، كنقولوا لكم الذهب موجود عيار 21 اللي غادي تشريوه، ما غاديش ندموا انكم شريتوه. كيف ما كتسمعوا ما غاديش ندموا نهائيا، ان اللي يشري عيار 21 ما غاديش يندم. شوفوا معنا تشكيلة كبيرة بالنسبة للمعتمرين اللي جايين من الخارج من اوروبا، كنقول لهم يشرو السبايك عيار 24 ما عليهاش الضرايب. كما كتشوفوا دو معاكم عيار 21 سبيكه، حطوا فيه فليساتكم، ما غاديش ندموا انكم شريتوها. بالنسبه للناس اللي باغيين يشرو الدمالج ولا الكورميطات، فراهم تبارك الله التشكيله كبيره، كاين فاش تختاري وكاين ما تشري. وفي خلال هذا الفيديو غادي نوريكم الكورميطات. بالنسبه لهذه القرميطه ما غاديش ندمي انك غادي تشريها، هذه قرميطه ديال الجنيهات معروفه، هذه من زمان معروفه عندهم. قرميطه اللي هي كبيره، انا اختاريت هذه الكبيره وريتها لكم، هذه 17000 ريال الثمن ديالها، هذه كتحسب عليكم الضريبه. وبالنسبه للناس اللي كيشرو السبايك ما كتحسبش عليهم الضريبه، هذه شي حاجه زوينه يعني. الا جبتي معك الفلوس وشريتي لك الذهب من السعوديه ما غاديش ندمي انك شريتيه، ماشي بحال العيار 18 الا شريتيه من بعد كيطيح شويه في الثمن، ملي كتبغي تبيعي كينقصوا عليك. هاد الدمالج هادو اللي كتشوفوا 3 ب 10500 ريال سعودي، ايوا الحاجه جيبي معاك الفلوس باش تشري هاد الدمالج، ديهم معاك 10500 ريال. هادو صحيحين عمليين كما كتشوفوا، تلبسيهم ديما. وانا سبق وقلت لكم كاينين دمالج صبه وكاينين ماسوره، هادو صحيحين شويه، ماشي عيانين ولكن صحيحين، تقدر تلبسيهم دائما دائما تخليهم في يديك، قاصحين شويه. وكاين الصب اللي هو متميز وكيبقى هو النمبر 1 كما كتشوفوا، هو الرقم 1 هو هذا صبه، يعني الدمليج عامر، هذا الدمليج الواحد فيه 19 غرام كما كتشوفوا، شي حاجه صحيحه، شي حاجه عمليه، شي حاجه فلوسك فيها محطوطين. كما كتشوفوا هادو جوج دمالج ب 11500، جوج دمالج 11500 صحاحين. صراحه كانوا رخاصين مع ارتفاع اسعار الذهب، تزادوا، كانوا 3000 ريال الواحد العام اللي فات، دابا تزاد الذهب بزاف. كما كتعرفوا الذهب راه ماشي غير في الازدياد. كما كتشوفوا هاد الدمليج هذا اللي كتشوفوا فيه، هذا كيتسمى شمع الذهب، بحال الشمع يعني، الا تهرس لك الدمليج ما غاديش يتسودا كما كتشوفوا. ولكن راه ماشي، وكاينين هادو ماسوره كما قلت لكم كاين ماسوره وكاين الصب، هادو ماسوره يعني خاوين من الداخل، ما صحيحينش بزاف يعني، ماشي ديال ديما ديال طوال الزمان وداكشي. ولكن اللي بغى مثلا غير يقضي حاجه راه غادي يشريهم كما كتشوفوا. الذهب كاين بزاف ديال الاشياء اللي خصكم تعرفوا عليها قبل ما تشريو. كاين الجنيهات، اللي بغى يشري الجنيهات راه عندهم الجنيهات. وكاين هاد القرميطات ديال الرولكس كما كتشوفوا، هادو الرولكس شي حاجه زوينه 6000 ريال. كاين اشكال كثيره وكاينين تقال، هاد الاخر هادي اللي حط ليا راه فيها 21 غرام يعني ثقيله. وانتما واش بغيتوا يعني، بالنسبه للمعتمرين اللي جايين للعمره واخا يشرو غير خاتم ولا حلقات، يعني غتحطي فلوسك غتحطين فيهم. بالنسبه للاسواق اللي جنب الحرم راه كاينين اسواق ديال الذهب، ولكن في العتيبيه ولا الناس اللي كيعرفوا مزيان يمشوا لجده، راه كاين محلات كثيره منين تشري. جده كاين في البلد، كاين سوق كبير ديال الذهب تمايا، والاسعار كتختلف كما قلت لكم. تحيه لكم فين ما كنتم متابعينا، كنتمنى نكونوا فدناكم بهذا الفيديو، انكم استفدتوا شويه. تحيه لكم فين ما كنتم في جميع اقطار العالم، تحيه لكم من دانيا فلوك. لايك سبسكرايب.